كلنا، ناس ساهمت بقدر كبير جدا في نهضه صناعه البترول في مصر خلال فتره زمنيه طويله، والناس دي فعلا فيها دور حقق مصر العديد من خطوه توفير احتياجات البلاد من طاقه الانسان وغاز طبيعي. الناس استكشفت اجزاء كبيره جدا من مصر وعندها علم كبير. انا سعيد النهارده ان انا اكون وسطهم، وسعيد كمان جدا ان انا اكون موجود وسط هذا الجمع من الشباب، واتمنى لهم دايما التوفيق، واتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا دور كبير ان احنا نستمر في قطاع البترول نحقق المزيد من الاكتشافات ونوفر احتياجات البلاد من الطاقه، لان هي عصر الحقيقه في تحقيق معدلات النمو اللي احنا بنحتاجها. انا ليا راي يعني فيما يخص موضوع الطاقه، مصر محتاجه انها تنمو بمعدلات اكبر بكثير جدا مما يمكن ان نوفره، فعلينا ان نجتهد عشان نوفر احتياجات البلاد من هذا الطاقه، وبالتالي نحقق معدلاتنا. اذا كنا بنحاول ان احنا نحقق معدل النمو 6%، فده معناه ان احنا محتاجين معدل النمو في الطاقه ممكن يكون ما بين 8 و9. فيجب ان احنا نجتهد اذا كنا عايزين لمصر فعلا انها تتطور وتتاخر، كنا عايزين نحل مشاكلنا الاقتصاديه. الطاقه هي العصب هي الاساس، ان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب شباب كبيره يحققوا كل ما نحتاجه وكل ما تحتاجه البلاد في المستقبل. المرحله دي مرحله حرجه، مرحله خطيره في تاريخ مصر، محتاجه الناس كلها تتكاتف، محتاجه الناس كلها تقف مع بعض لحد ما نعدي من مرحله السجاده. مصر كبير، في زيت وفي غاز، لا زال في اكتشافات كتير ممكن تتحقق في البحر المتوسط، لا زال في البحر الاحمر، لا زال الصحراء الغربيه بتحقق مساحات كل يوم. ان شاء الله تكون ليكم اسهاماتكم وليكم دوركم في تحقيق ذلك. معاكم الاساتذه اللي اهتموا بهذا الدور من قبل، تعليمهم بتاع متميز وصنعوا اجيال يمكن قاعده الترابيزه اللي وراهم معاكم، ونرجو ان شاء الله انه ممكن كمان تكون بهذا الدور. واتمنى لكم التوفيق، واتمنى لمصر دايما تقدم وتغير. Thank you.